السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة وعشاق النادي الأهلي. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، وحتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. سوف ننقل لكم البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع لمباراة الجولة الأولى من الدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي ستجمع بين الأهلي المصري وميدياما الغاني في المباراة المهمة التي يسعى فيها الفريقين من تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، ويسعى فيها الأهلي من أجل الفوز والمنافسة على لقب البطولة. كل ما عليكم قبل انطلاق المباراة أن تضغط إعجاب لهذا الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر وبجودة عالية وبدون تقطيع، حتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. استعدوا الآن، ستنطلق المباراة بعد قليل، ومن الممكن متابعة المباراة أيضا عبر القمر القدري المفتوح 6 عبر الترددات المعروضة على الشاشة، عبر قمر 9 عبر القنوات المدفوعة مسبقا. ولكن لا تقلقوا، سوف نبث هذه المباراة على قناتنا وبجودة عالية وبدون تقطيع. كل ما عليكم هو الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلك البث المباشر عند انطلاق المباراة، حتى لا توقف بث هذه المباراة المهمة. فتابعوا القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.